الهضره على الجمعيه شنو كيقول لي؟ كيقول لي السوق ديالي حب من حب والكاره من كاره. السوق مزباله، عيب علينا نقولوا هذا سوق نموذجي. وشحال واحد كان معنا في السوق تما كان سيدي من ياش مثل الناس هادو. الشكايات ديالي كان كيتم الطمس ديالها. جمعيه غير قانونيه، وكتازك الجمعيه اللي كاينه تما ماشي حليفيه. غير حليفيه، حتى واحد ما حليفي تما. كاين الناس اللي هما ما عندهمش حق الاستفاده، كاين الناس اللي هما خارجين على برا في اسبانيا وراهم استافدوا. لهذا لو وقعت لينا شي حاجه احنا اللي كنطالبوا بحقوقنا المشروعه، او وقعت شي حاجه لهاد الناس اللي هما كيطالبوا بحقهم، فالسلطات هي اللي كتحمل المسؤوليه. الاخوان حنا كنطالبوا بهذا الحق ديال السوق، بنت وقرب بنت وت، ما بغيناش شي واحد تما اللي غادي يساهم معنا، لا من الجمعيه ولا من دابا السلطه قورت الدور ديالها، وانما الجمعيه ما قورتش الدور ديالها. لا سمح لنا ملي دخلنا السوق دخلنا دخلنا منذ 3 سنين دابا هادي، يعني بالله كنا دخلنا السبعة منا في 9، فتحنا بجبالة. كانوا هاد الجمعية كانوا كاين؟ كانوا جمعية كاين، وانما هي جمعية كانت كاينة، سبعة من الجمعية ماشي اللي كان عندها، كان عندها جمعية المملكة العربية السعودية ثالثة جمعية هنايا، عملوا دابا الجمعية اللي دارتها غير قانونية. هاي بيناتهم. كنطلبوا حنا كنقولوا دوروا واحد خضارة واحد نحواتة واحد جداودية. باش يكونوا جمعيه من وليد بريد ون... اي معروفه. قال لك لا والو، هذا راه الجمعيه شنو كيقول لي؟ كيقول لي السوق ديالي، هذا السوق راه ديالي، حب من حب والكاره من كاره. هذيك الهضره اللي ما كنبغيهاش حنا، لما دخلنا السوق كان السوق خدام، دوز ما تيسارة شي عام وشي حاجه كان السوق خدام. شنو نعمل؟ جراو عليك جباله ودخلونا قصراوه، حنا كنا كنجرو عليك قصراوه، ما يبقاوش تمايا. دابا كاين دابا قصراوه والناس اللي مستافدين من منطقه اخرى. كاينه في جورجيانا، كاينه في مجمع، كاينه في غابر الفرنساوي، كاملين تما. وشكون اللي جراو لنا جباله وجابوا لنا تما باش كيكريو لهم. حنا النهار اللي كنخرجوا السلعه ديالنا كتكون مرزيه كنخرجوا نبيعوها، اش كيعملوا؟ كيعيطوا لنا السلطه. كيجيو من الخزينه كيديو لنا السلعه ديالنا، ملي كنهضر معاهم كنقول لك لا ما كنعرفش انا، هذيك كنعرفك انت. علاش غتجري عليا اخي؟ السلعه ديالنا مضروب. وشحال من واحد كان معنا في السوق تما مشاو للسيزي من ياش ديك الناس هادوك، كاين اللي كانت عنده 4 ملايين، كاين اللي كانت 3 ملايين، مشاو للسيزي. فين هما؟ مولين بلايص ما بقاوش دابا في السوق، مولين بلايص كاملين راه في القهاوي جالسين. شكون السبب ديالهم؟ رائد الجمعيه. وهذه دارت الجمعيه الاخرانيه فين هو؟ قام مع عباد الله قالوا ما نجيبكم القفاف ديال رمضان وديال كورونا، وما جلبوا لنا القفاف لا والو، هو عاط عنهم، جمع لهم ديك لاكارت ديالهم كاملين وجدد بها الجمعيه الاخرانيه. دابا السلطات قايمه بالدور ديالها، السلطات كتخدم، وانما رائد الجمعيه هو اللي كيمن هادشي هذا كامل، ماشي السلطه. لما كتجي السلطه تخدم الدور ديالها يقول لك لا حبس، هو اللي كيحبسهم. كيقول لك انا في السوق، علاش انا في السوق؟ انا اللي كتحكم في السوق، ماشي شي واحد اخر. الجمعيه غير ما راضينش عليا من الاول ديال ما راضينش عليا. الجمعيه كانت عندهم في الاول دخلوا بها السوق، كانت المملكه العربيه السعوديه، الجمعيه ديال المملكه العربيه السعوديه. تناقلت من الدائره 23 جات الدائره 24 وقلنا القايد. قال لي كون ماشي كاين الجامع العام نستدعيكم، ما استدعوناش مره نهائيا. استيفاء عمي، جمعيه غير قانونيه، وكتازك الجمعيه اللي كاينه تما ماشي حليفيه، غير حليفيه، حتى واحد ما حليفي تمايا. واحد منهم تمايا عام الاول قلت له ماشي دابا دخلك بالله والنبي رسول الله صندوق الدبجه والصندوق ديال اللوبيه من كيفاش شحال كينقص فيه؟ قال كيتمتم هذه الجمعيه. نهار اللي تهز السوق من العوامه مشى لهنا جزيره قزنايا طلبوا من رئيس الجمعيه ما كاينش، ها هو يمشي رئيس الجمعيه تما الولايه، شنو يقول لهم؟ عنده يمشي يقول لهم واش هو مضرور؟ ما مضرورش، واش كيعرف المواد ديال 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 الخضره؟ ما كيعرفهاش، شنو اللي كينقص فيها وشنو اللي كيزاد فيها؟ ما كايناش مره نهائيا. انا اولا من الناس اللي تقصيت من الاستفاده، تقصيت والكل يعرفوني على انني اب لثلاث اطفال مكتري، عندي مشاكل ديالي، يعني عييت ما نجري، عييت من جري باش انا نستافد بحالي بحال خوتي، الا انه الملف ديالي تم الطمس ديالو وتم البيع والشراء، لان هاد السوق يجب اعاده التحقيق واعاده النظر من بدايه امرنا الى هذا. فلهذا نطالب بلجنه تحقيق من مدينه الرباط، من المدينه الاداريه، كنطالبوا بلجنه تحقيق وتجي باش تشوف الاحوال الاجتماعيه القاسيه اللي كنعيش احنا داخل هذه المدينه. فلهذا احيي كل مسؤول، كل مسؤول يقوم بواجبه الوظيفي على احسن ما يرام وعلى اكمل وجه. انا هو الاول تحاورت معاه للمشاكل ديال السوق اللي هو كيخصنا اولا الزبل
السوق مزباله، عيب علينا نقولوا هذا السوق نموذجي، عيب علينا نلقاو بان السوق هو نموذجي وكنلقاو شي حاشي وشي محشي في شي. بغات المراه تدخل بالكوتشي خصك تبقى تحك مع العيالات اكثر من مده 4 سنوات، وانا كنشكي، عييت ما نشكي. ها الشكايات ديالي تقدمت بهم لهنايا للمقاطعه، عطيت لاكارت ديالي للمقدميه، عطيت لاكارت ديالي للناس اللي هما كانوا جمعيه ورابطات. ها الشكايات ديالي الا انها تأبى بالفشل. ها الشكايات ديالي كان كيتم الطمس ديالها، وكان كيتم يعني لا تؤخذ بعين الاعتبار، ولا عطى الفلوس راه تستافد، واللي ما عطاش الفلوس واستافد. يجب اعاده النظر. فلهذا هذا السوق راه تباع واشترى، كاين الناس اللي هما ما عندهمش حق في الاستفاده، كاين الناس اللي هما خارجين على برا في اسبانيا وراهم استافدوا، كاين الناس اللي هما عائلات عندهم خمسة الافراد استافدوا، تصور ان خمسة الافراد يستافدوا، وواحد اللي هو انا كرب اسره، انا الا واحد من المئات. فهمتيني، انا ما كنهضرش على راسي دابا حاليا، ولكن جاتني الفرصه باش انا ندلي بهذا الراي ديالي. فلهذا عاش الملك، عاش الملك، والله الوطن الملك، ولن نتنازل عن حقنا. فلهذا الا وقعت لينا شي حاجه، لان هنا كاين تهديدات، فلهذا لو وقعت لينا شي حاجه احنا اللي كنطالبوا بحقوقنا المشروعه، او وقعت شي حاجه لهاد الناس اللي هما كيطالبوا بحقهم، فالسلطات هي اللي كتحمل المسؤوليه. زين هضرنا على الحق ديالنا، اي واحد من حقه يستدعي الصحافه ويطالب بالحق ديالو. حنا استدعينا الصحافه، ناضوا شي ناس في السوق اللي كيقولوا انهم هم رجال سلطه، كينتحلوا صفه رجل سلطه للصحافه وبالتهديدات، وهادشي كاين دلائل ديالو عبر الفيديوهات. ابر هادشي هذا ندوزو للنقطه الثانيه. صيفطوا لنا استدعاء، حتى كنصبحوا كنجبروا استدعاء وحنا ما عاملين والو، مطالبين بالحقوق ديالنا. استدعاء شنو، من طرف شكون؟ استدعاء من طرف قائد ملحق الاداري، كنستعدوا ان نعمشوا عنده وما عرفناش هاد الاستدعاء علاش، وعلاش مستدعينا قائد وخلعوا لنا الوالدين وعملوا لنا بزاف على هاد الاستدعاء هذه. الجمعيه ما كتطلب منا والو، الجمعيه كتطلب منك غير فلوس الخيرات، كتعرفك غير فلوس ديال الخيرات، غير بحال هادشي هذا صافي، اما شي حاجه في مصلحتك، شي حاجه في مصلحه ديال السوق باش عايزوا بها القدام لك، يعرفوا عيها هيدا يغرقونا وصافي. اللي من 2015 ولا 2016 وانا معاهم في وسط الجمعيه، وثاني حاجه دارها اللي ديك النهار ما اعترفش بيا، قال لي انت ما مستافدش وما كنعرفوكش. حتى واحد ما راضي على هذه الجمعيه هذه وعلى هذا الاداء اللي كتعملوا. الاحساس ديالنا حنا كنحسوا براسنا في هذه الساعه مهددين، على حسب حنا هضرنا على حقنا، ما طلبناش شي حاجه اللي ماشي شرعيه، طلبنا اللي طلبنا راه واضح في الفيديو باللي حنا مضرورين تما. وكنحسوا براسنا مهددين حيتاش تفاجأنا باللي دابا حاليا غادي نمشيو ندخلوا عند قايد الملحقة هادي 21، ونتمنوا نسمعوا شي خبر زعما مزيان. الرسالة ديالنا زعما يعاوننا في هادشي هذا اللي طلبنا، راه هادشي هذا من حقنا، ويعطينا الحقوق ديالنا، ونتمنوا زعما ما نتفاجئوش بشي خبر من عنده اللي ماشي بالصالح ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.